الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله تعالى جميعا في هذه المحاضرة والتي ترتبها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في هذه الدورة، ونشكر الإخوة المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعلى رأسهم معالي الرئيس العام، وكذلك الإخوة في التوجيه والإرشاد وكل من سعى ورتب هذه الدورة، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يبارك فيها. أيها الإخوة، موضوع هذه المحاضرة عن أثر جائحة كورونا على أحكام الصلاة. قبل أن أبدأ في هذا الأثر من جهة الأحكام الفقهية، أقدم بمقدمة عن هذا الوباء. هذا الوباء كورونا الذي حل بالعالم وأمره عجيب غريب، اكتسح جميع دول العالم وحصل ما حصل مما رأيتم وسمعتم. هذا الوباء الذي هو فيروس لا يرى بالعين المجردة، بل كما قيل لو جمع الفيروس في جميع أنحاء العالم لربما ما وصل مجموع حجمه إلى حبة أرز، ومع ذلك أحدث هذا الرعب وهذا الأثر الكبير على الاقتصاد وعلى النواحي الاجتماعية وغير ذلك. وهذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل، هو سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهو المتصرف المدبر لهذا الكون وحده جل وعلا. وكذلك أيضا يدل على ضعف الإنسان، وكما قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فيروس لا يرى بالعين المجردة ومع ذلك أربك العالم وحصل ما حصل، سبحان الله، هذا يدل على ضعف الإنسان. وكما قال ربنا سبحانه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أيها الإخوة، هذا الوباء الذي حصل يدل على سرعة تغير الدنيا وعلى أنها لا تثبت على حال. فقولوا لي بربكم آخر شهر جماد الآخرة، أو قل غرة رجب مثلا، من كان يخطر بباله أن تحصل هذه الأحداث المتسارعة؟ لو أن أحدا منا في شهر جماد الآخرة أتاه إنسان وقال إنه سيحصل في العالم وباء، وأن هذا الوباء ستغلق بسببه المساجد، وسيصلي الناس الجمعة ظهرا وسيصلون الجماعة في بيوتهم، وستعلق العمرة بسببه، وسيكون عدد الحجاج هذا العام 1,000 إلى 10,000، وسيحجر الناس في بيوتهم ويذكر ويسرد له الأحداث التي حصلت. هل سيصدق أحد لو قيل له إن هذا سيحصل في الأربعة الأشهر القادمة؟ ولا حتى في الخيال. وهذا يدل أيها الإخوة على سرعة تقلب الدنيا وتغيرها، فهي لا تثبت على حال، أسرع ما تتغير أحوالها وأسرع ما تتقلب. ولذلك فالسعيد من لازم أصلا ينفعه في جميع الأحوال، وهو تقوى الله عز وجل، ينفعه في حال السراء وفي حال الضراء وفي حال اليسر وفي حال العسر وفي حال المرض وفي حال الفقر وفي حال الغنى وفي حال الصحة. فلازم تقوى الله عز وجل، فلا ترى إلا الخير في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عندما نلقي نظرة تاريخية على الأوبئة نجد أن الأوبئة المعدية والطواعين
تأتي من قديم الزمان، ولكن وباء يعم الأرض بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، وتغلق بسببه المساجد وتعلق العمرة ويقلص أعداد الحجاج إلى هذا القدر ويحجر الناس بيوتهم، يعني هذا لا نعلم له نظيرا في التاريخ. وأقرب وباء حصل وكان وباء توفي بسببه آلاف البشر، وما حصل عام 1337 للهجرة 1918، وكان الناس يسمونها هنا في المملكة بسنة الرحمة، وسموه بذلك تفاؤلا بنزول رحمة الله، وقيل لكثرة من يقال مات فلان رحمه الله، فكانت تسمى سنة الرحمة. وكان الوباء في تلك السنة على الأرجح هو الإنفلونزا الأسبانية، وكان هذا الوباء يأتي للبلد فيموت نصف عدد السكان، بل بعض البلدان مات ثلاثة أرباع السكان، ويأتي للبيت ويموت جميع من في البيت. وذكر في هذا قصص عجيبة وغريبة، ومن القصص اللطيفة التي ذكرها بعض المؤرخين أن بيتا كان فيه 12 نفسا ما بين أرامل ونساء وأطفال وصبيان، وكان يقوم عليهم رب البيت، فأتاهم هذا الوباء فانتشر بينهم فماتوا جميعا كل واحد تلو الآخر ما عدا رب البيت، سبحان الله سلم. وكان يقول أنا مثلهم مريض، لكن ليس عندي وقت للمرض ولا للنوم، لأن كان يقوم على شؤونهم، ولعل الله تعالى نجاه بسبب إحسانه إلى هؤلاء الضعفاء. والقصص في هذا كثيرة، هناك يعني بعض المؤرخين الذين كتبوا عن سنة الرحمة وما حصل فيها من أحداث، فهي أقرب حدث مشابه لما نعيشه هذه الأيام. الذي يهمنا في هذه المحاضرة ما يتعلق بأثر هذه الجائحة وهذا الوباء على أحكام الصلاة. لما انتشر هذا الوباء صدرت الفتوى من كبار العلماء بأنه يجوز إغلاق المساجد، وصدر في هذا قرار عندنا هنا في المملكة من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بأنه يسوغ إغلاق المساجد، وأن الجمعة والجماعة تصليان في البيوت. فتأتينا مسألة الجمعة في البيوت. الجمعة لا تقام في البيوت، لا تقام الجمعة في البيوت، وإنما تصلى ظهرا. هناك قول لبعض المعاصرين لكنه قول ضعيف أن الجمعة تقام في البيوت، لكن هذا القول قول ضعيف ويخالف مقصود الشارع من إقامة الجمعة. وإذا كان الفقهاء اختلفوا في حكم تعدد الجوامع في البلد الواحد، فكيف بتعدد الجوامع في الحي الواحد بعدد البيوت؟ يعني لو كان مثلا في الحي 50 بيتا تقام 50 جمعة، لو كان في الحي 100 بيت تقام 100 جمعة مثلا، يعني مدينة كبيرة مثل مدينة الرياض عدد سكانها يعني يزيد على 6 ملايين، معنى ذلك أن الجمعة لو قيل بتعددها ستقام آلاف الجمع في بلد واحد، وهذا ينافي مقصود الشارع من إقامة الجمعة. ثم إن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد مثل هذا، ولذلك بعض العلماء المعاصرين رأى أن إقامة الجمعة في البيوت أنها بدعة، وهذا القول ليس ببعيد، لأن الشارع جعل بديلا عند تعذر الجمعة وهو صلاتها ظهرا 4 ركعات. المريض الذي لا يستطيع أن يصلي الجمعة أو يشق عليه يصليها ظهرا 4 ركعات، النساء في البيوت يصلين الجمعة ظهرا 4 ركعات. فنخلص من هذا إذن إلى أن الجمعة لا يشرع إقامتها في البيوت. وأما بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد فيسقط وجوبها لهذه الجائحة، و
يبقى صلاة الناس في بيوتهم. إن تيسر أن الإنسان يصليها جماعة مع أهل بيته فحسن، لكن الجمعة أيضا لا تجب في مثل هذه الظروف، لو صلىها وحده لم يكن آثما. أيضا من الأحكام المتعلقة بالصلاة أنه لما أغلقت المساجد كان المؤذنون يؤذنون، لكن هل يؤذن المؤذن الأذان المعتاد؟ نقول إن أقرب توصيف فقهي لهذه المسألة هي أن المؤذن يفعل كما ينادي عندما ينزل المطر، عندما ينزل المطر الغزير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر المؤذن عند نزول المطر في الليلة الباردة والمطيرة أن يقول صلوا في رحالكم، وعلى هذا فالمؤذن يقول صلوا في بيوتكم ولا يقول صلوا في رحالكم، لأن الناس الآن ما تعرف معنى الرحال، وينبغي مخاطبة الناس بما يعرفون. الله تعالى يقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فالرحال كانت معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الرحال كان هذا في السفر، وكان لكل يعني رجل رحله، لكن في وقتنا الحاضر المشروع أن يقول المؤذن صلوا في بيوتكم. طيب أين موضع قول صلوا في بيوتكم من الأذان؟ فيه أقوال لأهل العلم، هناك من قال إنه يقال بعد أشهد أن محمد رسول الله بدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح، والقول الثاني أنه يقال بعد حي على الفلاح، والقول الثالث أنه يقال بعد الفراغ من الأذان. وهذه مسألة اجتهادية، وكل قول له وجهته، ولكن الأقرب والله أعلم أنه يقال بعد قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله بدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح، وذلك لأن هذا هو المأثور، فهو الذي قد ورد في حديث ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري وغيره أنه أمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم بعد قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، فهذا هو القول الأقرب. ثم أيضا من جهة النظر والمعنى أن المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ينادي المستمعين له، يعني هلموا وأقبلوا إلى الصلاة في المسجد، والمساجد الآن مغلقة، كيف يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فعلى ذلك يقول بدلا منها صلوا في بيوتكم. فالقول الراجح إذن أن المؤذن يقول صلوا بيوتكم بعد أشهد أن محمدا رسول الله. وبالنسبة لصلاة الفجر بعدما يقول صلوا بيوتكم يقولها مرتين، يقول الصلاة خير من النوم ويكمل الأذان. أيضا من المسائل المتعلقة بأثر جائحة كورونا على أحكام الصلاة مسألة طرحت في الفترة الماضية، وطرحت من بعض العام ومن بعض طلبة العلم أيضا، وهي الاقتداء بإمام الحرم، الاقتداء بإمام الحرم في الصلوات الخمس. فهناك من طرحا بأنه يجوز الاقتداء، ونظر ذلك على كلام لبعض الفقهاء المتقدمين، ولكن هذا محل نظر، وكلام الفقهاء المتقدمين لا ينطبق على مسألتنا بحال. ولو قيل بجواز ذلك لقيل للناس في جميع أنحاء الكرة الأرضية صلوا مع إمام الحرم، خاصة الآن في قناة القرآن الكريم تنقل جميع الصلوات، صلوا مع إمام الحرم، وبذلك 1.5 مليار كلهم يقتدون بإمام الحرم ويصلون معه، مثل هذا لا تأتي به الشريعة. ثم أين أنت من الحرم وبينك وبين آلاف الكيلومترات؟ وعلى هذا نقول إنه لا يشرع الاقتداء بإمام الحرم لمن كان بعيدا، ولو كانت صلاة الحرم منقولة عبر البث المباشر. طيب من الذي إذن يقتدي بإمام الحرم؟ الذي يقتدي بإمام الحرم من كان قريبا من الحرم، كمن يصلون في الساحات المحيطة بالحرم، أو في مصليات الفنادق المطلة بالحرم ما داموا يرون بعض المأمومين، فهؤلاء هم الذين يقتدون بإمام الحرم. أما من كان بعيدا عن الحرم بآلاف الكيلومترات فلا يسوغ له أن يقتدي بإمام الحرم،
بل الصلاة في هذه الحال باطلة ولا تصح. والمسلم ينبغي ألا يعرض صلاته للبطلان، حتى وإن قال بهذا من قال من بعض طلبة العلم، لكن أكثر العلماء المعاصرين على بطلان صلاته. وأيضا يعني يقول أيها الإخوة، ينبغي أن يكون لدى المسلم الورع، يعني إذا كنت ستصلي صلاة أكثر العلماء يقول أنها باطلة لا تصح، كيف تقدم عليها؟ ولماذا لا تصلي صلاة جميع العلماء يقولون أنها صحيحة؟ فإذا هذا الاقتداء بالحرم عن طريق البث المباشر عبر التلفاز وغيره نقول إنه لا يصح. أيضا من المسائل صلاة التراويح والتهجد في رمضان، هذه مسألة عرضت في رمضان الماضي وتكاد تتفق كلمة جميع العلماء على أنها تصلى في البيوت جماعة وفرادى، بل إن صلاة التراويح في البيوت هي الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالصحابة بعض الليالي ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته، ثم كان الناس يصلونها في البيوت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في عهد أبي بكر الصديق، وكذلك أيضا في أول خلافة عمر بن الخطاب. ثم خرج عمر يوما إلى المسجد فوجد الناس يصلون أوزاعا، فجمعهم على إمام واحد، جمعهم على أبي بن كعب وعلى تميم الداري، فأصبح الناس منذ ذلك الحين يصلونها جماعة، ولكن كان عمر يصليها في البيت، وكان كثير من كبار الصحابة يصلونها في البيوت، فهذا يدل على أن الأصل أنها تصلى في البيوت لمن يجد من نفسه القوة في ذلك، وأنه سينشط في العبادة في صلاتها في البيت أكثر، فلا بأس بهذا. لكن صلاتها مع الجماعة صلاتها جماعة وفي الظروف المعتادة في المسجد فيها مزية لا توجد في صلاتها في البيوت، وهي أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن إذا صليت في البيت وحدك يفوتك هذا الفضل، فهذه هي المزية لصلاتها جماعة، أنك إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى يسلم من الركعة الأخيرة، يكتب لك أجر قيام ليلة. أيضا من الأحكام صلاة أو إمامة الصبي، إمامة الصبي، لما كان كثير من الناس يصلون في بيوتهم عرضت هذه المسألة، يكون أهل البيت معهم صبي عمره مثلا 10 سنين ويريدون أن يأمهم، يأم أهل البيت، فهل تصح إمامة الصبي؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والمشهور مذهب الحنابلة أنها لا تصح، والقول الثاني أنها تصح، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو القول الراجح. ويدل لذلك قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما أتى مع قومه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يأمكم أكثركم قرآنا، فلما رجعوا أرادوا تطبيق توجيه النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوا أن أكثرهم قرآنا عمرو بن سلمة، فقدموا فصلى بهم وعمره 7 أو 8 سنين، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل هذا على صحة إمامة الصبي. ثم إن قاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته إلا في حالات خاصة، ومن هذه الحالات الخاصة صلاة إمامة المرأة، إمامة المرأة، المرأة تصح صلاتها لكن لا تصح إمامتها للرجال، وتصح إمامتها للنساء، فالمرأة لا تصح إمامتها للرجال ولو كانوا محارم لها، وهذا هو قول عامة أهل العلم، إلا في رواية عند الحنابلة أنها تصح في صلاة التراويح خاصة إذا كانت هي الأقرأ، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن إمامة المرأة للرجال أنها لا تصح، وهذا هو القول الراجح، لأن المرأة ليست من أهل الجمعة والجماعة،
فالأصل في المرأة أنها تصلي وحدها، إذا أرادت أن تصلي مع الجماعة، إن كانت مع جماعة نساء فلا بأس أن تأمهم، أما أن تأتي وتأم الرجال فهذا ليس من شأن المرأة، ولذلك لا تصح إمامة المرأة للرجال. هذه الأحكام متعلقة بالصلاة لما كانت المساجد مغلقة، وبعدما منن الله تعالى على المسلمين تقريبا في عامة بلدان العالم الإسلامي وفتحت المساجد، برزت مسائل أخرى متعلقة بالصلاة. من هذه المسائل مسألة حكم التباعد في الصف. الناس الآن عندما يصلون في المساجد يصلون متباعدين، بين كل مصل وآخر بينهما مترين أو متر ونصف، فما حكم هذا التباعد؟ الجواب لا بأس به، وذلك لأنه تباعد لأجل الضرورة أو الحاجة الملحة، لأن الاقتراب المصلين بعضهم مع بعض يؤدي إلى تعريضهم لانتقال العدوى. ثم إن غاية ما في هذا التباعد أنه يفوت التراص في الصف، والتراص في الصف عند جمهور الفقهاء ليس واجبا، وإن كان قد أوجبه طائفة من أهل العلم، لكن عند جماهير الفقهاء التراص ليس واجبا وإنما هو مستحب استحبابا مؤكدا، لكن في الظروف الحالية لا يكون هناك تراص، وإنما يصلي الناس متباعدين كما هو عليه حال الناس في الوقت الحاضر، وصلاتهم صحيحة ولا حرج عليهم في هذا التباعد. وهذه نازلة، هذه نازلة، ولا بد لفقهاء العصر من الاجتهاد في النوازل بما يحقق المصلحة الشرعية ويحقق مصلحة الناس، فإن هذه الشريعة قد أتت بتحقيق المصالح ودفع المفاسد. والله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قرأت كلاما لبعض طلبة العلم يقول إن الصلاة في البيوت خير من الصلاة في المساجد بهذه الطريقة، وبل بعضهم ينظر ويقول إن الصلاة المصلين مع هذا التباعد كصلاة المنفرد خلف الصف، ولكن هذا القول في نظرنا قول مرجوح بل قول ضعيف. كيف تفضل الصلاة في البيوت على الصلاة في المساجد؟ هذا أبعد ما يكون، فالصلاة في المساجد فيها إقامة لهذه الشعيرة، فيها تحقيق لمقاصد الشريعة من الجماعة، هذا التباعد إنما هو مؤقت لأجل الظروف الحالية. وأما القول بتعطيل المساجد والصلاة في البيوت حتى لا يتحقق هذا التباعد، فهذا أبعد ما يكون عن الأدلة الشرعية وعن الأصول والقواعد الشرعية. وأما تشبيه من يصلي متباعدا عن من يمين وعن يساره بالمنفرد خلف الصف، فهذا أيضا بعيد ومن أعجب ما يكون، وإن كان قد قال به يعني طائفة من أهل العلم، لكنه قول بعيد. فكيف يكون يصلي من عن يمينك رجل يبعد مترين أو متر ونصف، وعن يسارك رجل يبعد مترين ومتر ونصف، ثم يقال إن هذا كالمنفرد خلف الصف؟ أين الانفراد هنا؟ لا يصدق عليه وصف الانفراد لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، فأين الانفراد؟ هم يصلون في صف واحد، فالانفراد غير وارد هنا، ولذلك نقول لا حرج في صلاة الناس في المساجد بهذه الطريقة، بل يعني ربما يقال إن الأولى أن يصلوا بهذه الطريقة، لأنه لو صلوا مترصين فهذا سيعرضهم لانتقال العدوى وإلحاق الضرر. والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن ترد مسألة صلاة المنفرد خلف الصف، وهذه الحقيقة مسألة مهمة، وقد رأينا يعني استفتاءات بعض الناس عنها والجهل الكبير فيها، فتجد مع هذا التباعد يأتي أناس ويصلون بعيدا في آخر المسجد أو خلف الصفوف، لكن هذا المصلي يصلي وحده منفردا، هذا صلاته لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وجاء في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. ولذلك فينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، لكن لا بأس به أن يصلي الناس
متباعدين كما هو عليه الأمر في الوقت الحاضر هذا لا حرج فيه، لكن من غير انفراد في الصف، من غير انفراد في الصف. أيضا من المسائل مسألة لبس الكمامة. الجهات الصحية توصي بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة أو عند وجود التجمعات أو المخالطة، ويرد السؤال عن حكم لبس الكمامة، عن حكم لبس الكمامة أثناء الصلاة. طيب لبس الكمامة أثناء الصلاة غاية ما فيه أنه تغطية للفم والأنف، وصلاة المصلي وقد غطى فمه وأنفه أو صلى متلثما تكلم عنها الفقهاء السابقون، وغاية ما قالوا فيها أنها مكروهة، فالحكم فيها الكراهة، لكن تزول الكراهة في الوقت الحاضر بالحاجة، تزول الكراهة في الوقت الحاضر بوجود الحاجة، فالحاجة قائمة للبس الكمامة في أثناء الصلاة، ولذلك نقول لا حرج في لبس الكمامة أثناء الصلاة من غير كراهة. لكن لو كان الإنسان يصلي وحده، يعني مثلا يصلي السنة الراتبة في البيت وحده ونحو ذلك، لا حاجة للبس الكمامة. لكن لو كان يصلي في المسجد فلا بأس بلبس الكمامة أثناء الصلاة. أيضا من المسائل التي ترد مسألة حكم الجمعة والجماعة بعد فتح المساجد في الظروف الحالية. نقول من كان له عذر فيسقط في حقه الجمعة ويصليها ظهرا، ويسقط في حقه وجوب الجماعة ويصليها في البيت إذا كان له عذر. ومن الأعذار أن يكون مريضا أو أن يكون تكون مناعته ضعيفة أو أن يكون كبيرا في السن، لأن كبار السن مناعتهم أضعف وهم معرضون للإصابة بهذا الوباء أكثر من غيره. ولو تأملنا في الإصابات التي اجتاحت العالم عموما نجد أن أكثر المصابين من كبار السن، بل أكثر الوفيات بسبب هذا الوباء من كبار السن، وإن كان يوجد في 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 الشباب وفي الأطفال لكنها قليلة جدا مقارنة بكبار السن. ولذلك فكبير السن معذور في الظروف الحالية في أن يصلي الجمعة والجماعة في بيته إذا كان إنسان كبير في السن، مثل عمره 70 سنة أو 80 سنة أو أكثر، وله أن يصلي في بيته ويكون معذورا بذلك، وذلك لأن صلاته في المسجد قد يعرضه لانتقال العدوى وللخطر، فيكون هذا عذرا له. وقد ذكر الفقهاء أعذارا أقل من هذا تسقط بها الجمعة والجماعة، ذكروا من خاف على ماله أو خاف على، حتى قال لو كان له طبيخ وخاف عليه أو خبز يخبزه في التنور وخاشيا يحترق، فذكروا يعني أعذارا أقل من هذا بكثير، فكيف بعذر متعلق بصحة الإنسان؟ هو يعني أولى بالمراعاة. فإذا كبير السن لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، لكن لو أصر كبير السن وقال أنا أريد أن أصلي الجمعة والجماعة ما أخذ الاحتياطات لا حرج، لا حرج في هذا. والصحابة رضي الله عنهم كان يكون فيهم المريض لا يستطيع أن يمشي ومع ذلك يأتي للمسجد وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. لكن كلامنا هل تجب عليه الجمعة والجماعة أو لا تجب؟ الجواب أنها لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة. إذن عندنا المريض، عندنا الكبير في السن، أيضا من عنده نقص مناعة فهذا لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة. نقص المناعة له أسباب، مثلا من الأسباب زراعة عضو كزراعة الكلى مثلا، لأن من يزرع عضوا من الأعضاء يعطى أدوية تخفض المناعة حتى يتقبل الجسم هذا العضو. فمثلا على سبيل المثال من يزرع كلية يعطى أدوية تخفض المناعة لديه لأجل ألا يعني حتى لا يرفض جسمه هذه الكلية. معنى ذلك أن هذا الذي قد زرع عضوا من الأعضاء أن مناعته منخفضة، مناعته ضعيفة، فإذا كانت مناعته ضعيفة فيخشى عليه لو صلى في المسجد أن تنتقل إليه العدوى.
ويكون هذا عذرا له في ترك الجمعة والجماعة. طيب، إذا عندنا المريض، عندنا كبير السن، عندنا من عنده نقص في المناعة، هؤلاء كلهم يجوز أن يصلوا في البيوت. كذلك أيضا الصغير، الصبي الصغير الذي دون 15 سنة، هذا أصلا القلم عنه مرفوع كما قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وهذا أصل لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة بأصل الشرع، ولذلك يعني كونه يصلي أيضا في البيت ولا يصلي في المسجد خشية انتقال العدوى، أيضا هذا لا بأس به، لأن مناعته أيضا ربما تكون أضعف من مناعة الكبار. كذلك أيضا من عنده مريض أو كبير في السن في البيت، فلا تجب في حقه الجمعة ولا الجماعة في الظروف الحالية. لماذا؟ لأن هذا الإنسان وإن كان صحيحا معافى شابا، لكن بذهابه للمسجد ورجوعه ربما يتسبب في نقل العدوى لهذا المريض الذي عنده في البيت أو كبير السن الذي عنده في البيت، لأن الصحيح الشاب قد يحمل الفيروس ولا يعلم به كما ذكر ذلك يعني الأطباء، قد يحمل الفيروس ولا يعلم به لقوة مناعته، لكن عندما يخالط المريض أو كبير السن ينتقل الفيروس منه إلى هذا المريض أو كبير السن من حيث لا يشعر، فيتسبب في نقل العدوى لكبير السن أو للمريض. فمن كان عنده في البيت مريض أو كبير في السن، أو أيضا يعني مما ذكرنا من عنده مثلا في البيت أيضا من عنده نقص مناعة، هنا لا تجب في حقه الجمعة ولا الجماعة، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا الجماعة. طيب، من عداهم؟ من عداهم نقول إذا كان هذا الشخص بقي في بيته 24 ساعة لا يخرج لأي أمر آخر، فربما يعني يقال أن الظروف الحالية لا تجب معها الجماعة على وجه الخصوص، لكن يصلي الجمعة، لكن بهذا الشرط، بهذا الشرط. لكن إذا كان يخرج لأمور دنياه، تجد أنه يخرج للأسواق، يخرج للممشى، يخرج لبعض الأمور التي يحتاجها، بعض الأمور الدنيوية التي يحتاجها، ثم إذا أتى المسجد قال: والله أنا أخشى على نفسي، هذا عذر غير مقبول. إذا كنت تخشى على نفسك لماذا تخرج في أمور دنياك؟ ولماذا لا تأتي المخاوف إلا في المسجد فقط؟ لماذا تذهب للسوق؟ لماذا تذهب لأماكن التجمعات؟ لماذا تذهب للتموينات؟ إذا أتت الصلاة قلت: والله أخشى على نفسي، فهذا عذر غير مقبول. إذا كنت تخشى على نفسك أبقى في بيتك لا تخرج، فيكون هذا تكون صادقا في هذا العذر. أما أن تكون في أمور دنياك تخرج وإذا أتى المسجد قلت: والله أخشى على نفسي، هذا عذر غير مقبول. أيضا من المسائل صلاة النافلة في البيوت. نقول صلاة النافلة حتى في غير الظروف الحالية الأفضل أن تكون في البيوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالنوافل عموما الأفضل أن تصلى في البيوت، ما عدا يعني نافلة الكسوف والاستسقاء والعيدين، لكن النوافل الأخرى مثل السنن الرواتب مثلا ونحوها وصلاة الضحى وبقية النوافل أفضل أن تكون في البيوت، أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعلى ذلك فالأفضل في السنن الرواتب أن تصليها في بيتك، سواء كانت السنة القبلية أو السنة البعدية. وهذا أيضا فيه يعني معنى آخر، وهو تقليل التواجد في المسجد في الظروف الحالية من باب يعني الاحتراز واتقاء العدوى. وعندنا في المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حددت الوقت ما بين الأذان والإقامة 10 دقائق ما عدا صلاة الفجر، فجعلته 20 دقيقة. فعلى ذلك يكون بقاء الإنسان في المسجد لأداء صلاة الفريضة، وأما السنة الرواتب إن صلىها في المسجد فلا بأس، لكن الأفضل أن تصلى في البيوت حتى في غير الظروف الحالية. وينبغي أيضا لمن أتى المسجد أن يأتي معه بسجادته،
أن يأتي معه بسجادته وكمامته وأن يحترز، يأخذ بالاحترازات الوقائية. هذه الاحترازات الوقائية يعني بعض الناس يقول أنا أتوكل على الله ولا 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 داعي. الذي يقول هذا الكلام عنده إشكالية في فهم حقيقة التوكل. ليس هذا هو التوكل. التوكل على الله عز وجل حقيقته صدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع أو دفع المضار مع فعل الأسباب المأذون فيها. فلا بد فيه من أمرين: الاعتماد القلب على الله عز وجل وفعل الأسباب. فاعتمد على الله بقلبه لكنه عطل الأسباب، فهذا عنده نقص في التوكل. ولو أخذ بالأسباب ولم يعتمد بقلبه على الله عز وجل أيضا عنده نقص في التوكل. فلا بد من الأمرين جميعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع ذلك لبس درعه في الحرب، لبس الدرع الذي يتقي به السهام ويتقي به السيوف. لماذا لم يقل أنا متوكل على الله وأنا خارج للقتال في سبيل الله؟ لبس درعه في القتال في سبيل الله. أيضا قال: فر من المجدوم، فرارك من الأسد، كما جاء في صحيح البخاري وغيره. فهذه من الأسباب التي يفعلها الإنسان ويتوكل بقلبه على الله عز وجل. لكن كون الإنسان يأتي للمسجد بدون كمامة وبدون سجادة ثم يقول أنا متوكل على الله، فهذا عنده نقص في التوكل، وهذا أيضا يعرض نفسه للخطر. ففعله هذا في خطأ من الناحية الشرعية ومن الناحية الصحية. من الناحية الشرعية لأنه فسر التوكل تفسيرا غير صحيح وعرض حياته للخطر، ومن الناحية الصحية أيضا أنه يتسبب في انتقال العدوى إليه. فإذا ينبغي لمن يذهب للمسجد أن يأخذ بالأسباب الوقائية الاحترازية، ومن ذلك لبس الكمامة، ومن ذلك والقفازين أيضا، ومن ذلك أن يأخذ معه سجادته، وأن يجعل أيضا النوافل يصليها في البيوت، النافلة يصليها في البيت. يعني مثلا صلى صلاة المغرب الأفضل يصلي السنة الراتبة في البيت، لا يصليها في المسجد. صلى صلاة العشاء الأفضل يصلي السنة الراتبة في البيت، وهكذا. فهذه يعني أمور وقائية احترازية يفعلها الإنسان مع صدق توكله على الله عز وجل وصدق اعتماده على الله سبحانه وتعالى في هذا. أيضا من المسائل، ولعلي يعني أختم بهذه المسألة وبعد ذلك نجيب عما تيسر من الأسئلة، ومن كان عنده سؤال يكتب سؤاله والإخوة سيأتون لي بالأسئلة وأجيب عنها بعد قليل إن شاء الله. من المسائل التي برزت والمتعلقة بأثر جائحة كورونا على أحكام الصلاة، صلاة الغائب. صلاة الغائب، فمع الظروف الحالية يصعب على كثير من أقارب الميت الذهاب للمقبرة، خاصة من كان عنده عذر، كان يكون عنده مثلا نقص في المناعة أو كبير في السن أو نحو ذلك، وهذا الميت قريب بالنسبة له وعزيز عليه، فلا يستطيع أن يذهب ويصلي عليه في المقبرة. ماذا يفعل؟ هل يصلي عليه صلاة الغائب؟ أقول صلاة الغائب أولا من حيث الأصل اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها تشرع على كل غائب، ومنهم من قال تشرع على كل رجل صالح، ومنهم من قال إنها تشرع على من كان له من قدم خدمة للإسلام والمسلمين، سواء في مجال العلم أو في مجال البذل والإنفاق أو غير ذلك. ومنهم من قال إن صلاة الغائب إنما تشرع على من مات ولم يصلي عليه أحد. هذه أبرز الأقوال في المسألة. إذا تأملنا الأدلة، أدلة صلاة الغائب فيها دليل واحد فقط، الذي ورد فيها دليل واحد، وهو ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب. النجاشي كان ملك الحبشة وكان رجلا صالحا. النجاشي لما أتاه المهاجرون من مكة أكرمهم وأواهم وكان رجلا عاقلا، عرض عليه الصحابة الإسلام فأسلم وأخفى إسلامه، وهذا من توفيق الله عز وجل له.
لأنه يعني أراد أن يبقى في الملك فأخفى إسلامه، لكنه أسلم فبقي على ملكه وهو مسلم. بينما كسرى مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه. هرقل ملك الروم كان رجلا عاقلا، ولما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عظمه، وسأل أبا سفيان 10 أسئلة، وقال: لئن كان ما تقول حقا ليملكن صاحبك موضع قدمي هاتين، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه وقبلت قدميه. وعرف أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق، لكنه آثر الدنيا على الآخرة فلم يسلم حتى يستمر في ملكه، ولم يوفق لما وفق له النجاشي. النجاشي لعل الله تعالى وفقه وهداه للإسلام لإحسانه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولعدله الذي شاع وانتشر، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليرسل إليه الصحابة. النجاشي لما توفي كان قومه يظنون أنه مات على نصرانية، وهو قد مات مسلما، فمات ولم يصلي عليه أحد، فجاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام بأن النجاشي قد مات، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال: إنه قد مات اليوم رجل صالح، وكبر عليه 4 تكبيرات وصلى عليه صلاة الغائب. فصلاة الغائب لم تقع إلا مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي. طيب، هل صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكونه لم يصلي عليه أحد؟ هذا قال به طائفة من أهل العلم، أو لكونه قدم خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين أو الصحابة وأكرمهم؟ هذا قال به أيضا طائفة من أهل العلم. الأقرب والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه لكونه مات ولم يصلي عليه أحد، والصلاة على الميت فرض كفاية، هي واجبة، فلذلك صلى عليه لكونه مات ولم يصلي عليه أحد. وأما القول بأنه إنما صلى عليه لكونه قدم خدمات للصحابة والإسلام والمسلمين وأكرمهم، فهذا يرد عليه أن هناك من أيضا كان نفعه عظيما للإسلام والمسلمين ولم يصلى عليه صلاة الغائب. فمثلا أبو بكر الصديق أحد الخلفاء الراشدين، ومعروف قدم صدقه في الإسلام وعظيم ما قدم وعظيم النفع الذي حصل على يديه، ومع ذلك لم ينقل عن الصحابة خارج المدينة أنهم صلوا عليه صلاة الغائب. عمر بن الخطاب كذلك لم ينقل عن الصحابة خارج المدينة وصلوا عليه صلاة الغائب. عثمان بن عفان كذلك. فهذا يدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الغائب إنما كانت لأجل أنه مات ولم يصلي عليه أحد. هذا هو القول الراجح في الصلاة على الغائب، وهو اختيار الإمام ابن تيمية وإمام القيم رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. هذا هو الأقرب. لكن مع ذلك نحن الآن في نازلة، نحن الآن في نازلة ولا بد من اجتهاد فقهاء العصر فيها. فهناك من بعض المشايخ من اجتهد في هذه المسألة وقال إنه تشرع الصلاة على الغائب لمن لم يتيسر له أن يصلي عليه في المقبرة. ومن أبرز من قال بهذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي العام للمملكة العربية السعودية. فيمكن أن يؤخذ بهذا القول، يعني هذا اجتهاد في هذه المسألة، اجتهاد مقبول، اجتهاد في محله، فهو اجتهاد أيضا من مشايخ كبار وعلى رأسهم سماحة المفتي، فيمكن أن يؤخذ بهذا القول. يمكن لمن مات له قريب ولم يتمكن من الصلاة عليه في المقبرة أن يعتمد هذا القول الذي قال به علماء كبار ويأخذ به، فهذا يعني مما يسوء حتى في الظروف الحالية الآن. يعني لو مات الإنسان قريب ولم يتمكن من الذهاب للصلاة عليه في المقبرة لكونه يخشى من انتقال العدوى، إما بسبب مرضه أو لقضاء في مناعته أو لكبر السن أو لغير ذلك، فبناء على هذا الاجتهاد يجوز له أن يصلي عليه صلاة الغائب. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بجائحة كورونا. ما أدري يا أستاذ أحمد الأسئلة تتكم. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بأثر جائحة كورونا على الصلاة، والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. وقبل أن أختم يعني هذه المحاضرة أذكر بما قلته في مقدمتها من أن المسلم ينبغي له
أن يعتبر بما يقدره الله عز وجل في هذا الكون، أن يأخذ العظة والعبرة. هذا الحدث الذي حصل في هذه الجائحة حدث عظيم سيؤرخ وسيبقى تتذكره الأجيال. ينبغي أن نعتبر بما حصل وأن نأخذ الدروس والفوائد. ومن أعظم ذلك عظيم تقدير الله عز وجل وتدبيره لهذا الكون، وأيضا ضعف البشرية أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، وأيضا سرعة تغير وتقلب الأحوال، سرعة تقلب الأحوال وتغير الدنيا، وأنها لا تؤمن. هذه الدنيا لا تؤمن، هي متاع الغرور، سرعان ما تتغير وسرعان ما تتبدل أحوالها. ولذلك فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يحرص كل يوم على أن يكسب أعمالا صالحة. العمل الصالح هو الذي يؤمل عليه الإنسان، وهو الذي يؤمل على ثوابه، كما قال ربنا سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، يعني الأعمال الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالأعمال الصالحة الباقيات الصالحات هي التي يؤمل عليها الإنسان، هي خير ثوابا وخير أملا، خير جزاء من المال والبنين ومن متاع الدنيا، وخير أملا يعني هي أفضل ما يؤمل عليه الإنسان. لكن على الإنسان أن يحرص على أن يكسب الأعمال الصالحة كل يوم، وألا يمر عليه يوم لو قد كسب فيه أعمالا صالحة. أولا يحافظ على الفرائض، ثم بعد ذلك يستكثر من النوافل. بعد المحافظة على الفرائض يستكثر من النوافل. والإنسان لا يدري متى يبغته الأجل، لا يدري، يعني من حكمة الله عز وجل أن أجل الإنسان مغيب عنه، فربما يصبح صحيحا معافى ولم يخطر بباله الموت ولا بنسبة 1%، ويمسي مع أهل القبور. يأتيه الموت بأي سبب، سكتة قلبية، بحادث سيارة، بانتهاء أجله، باستيفاء أجله، ثم إذا به ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، ومن دار العمل إلى دار الجزاء والحساب. فينبغي لنا أن نحرص على أن نغتنم ما تبقى من أعمالنا في طاعة الله عز وجل، وأن نعتبر بما يقدره الله عز وجل في هذا الكون.